السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على برنامج جديد اسمه اي في اي كاد. البرنامج ده هو زي الاوتوكاد بس بنلاقي فيه اوامر زيادة. يعني هو انت ممكن تفتح اي لوحة اوتوكاد دي دبليو جي او دي اكس اف، يعني لما اجي اقول له اوبن بنلاقي بيفتح لنا الدي دبليو جي والدي اكس اف والدي دبليو اف والدي دبليو تي اللي هو التمبليت والدي جي ان بتاع مايكرو ستيشن. كل دي البرنامج بيفتحها بدون اي مشاكل خالص، وهتلاقي نفس القوايم زي ما هي موجوده في الاوتوكاد، مش هتحس بفرق خالص. يعني لو انت ما حدش قالك ان ده اسمه اي في اي مش تاخد بالك، هتحس انك شغال على الاوتوكاد. بس هو في بعض الادوات الزياده اللي تخلينا ممكن نفكر ان احنا نشتغل عليه، زي الوول، درو وول، ريموف وول. ممكن اقول مثلا عايز ارسم وول واحدد المسافه بتاعتها وابدا ارسم وول بالشكل دوت. في 8 لو انت عايز تشتغل بزاويه 90 و180، تمام. وتقدر تحط لو انت عايز تحط ابواب، شبابيك، اي حاجه، تعمل اوبننج، تشغل، تعمل ستير، روف، كل الامكانيات دي موجوده. لو انت عايز تشغل تكييف هتلاقي ان انت ممكن ترسم مثلا بايب ايزومتريك، سكماتيك، بايب سيكشن. بتلاقي في ادوات كتير خاصه بالشغل الكهروميكانيكال، وفي ادوات خاصه بالمعماري، تمام. فالحاجات دي بتسهل علينا الشغل وبتخلي الشغل بتاعنا سريع، كأنك جايب لزبات بتستلم لك الحيطان والفتحات والابواب والسلالم. او لو انت شغال في الكهروميكانيكال بلامنج، شغال في الهانجر لو عايز تعمل السبورتات، تمام. فدول كمية لزبات متناسقين مع بعض ومنظمين مع بعض بحيث ان انت تعمل شغل ثلاثي الابعاد بطريقة حلوة وسهلة ولذيذة، وفي نفس الوقت الواجهة بتاعته قريبة من الأوتوكاد. أخوكم عمار سليم.